هلا تكملة لوبيتال رول والانديتيرمينس فورمز، ناقشنا في الفيديو السابق صفر ضرب انفينيتي كيف استخدمنا فيها اللوبيتال رول وحولناها على اف على واحد على جي واشتقيناها باستخدام اللوبيتال رول. هلا بدنا نناقش انفينيتي ناقص انفينيتي، برضو كيف ممكن اني انا استخدم اللوبيتال رول الها. المثال الاول ليميت اكس بتقترب من صفر من ناحية اليمين، واحد على اكس ناقص واحد على ساين الاكس. هلا بالتعويض رح يطلع عندي واحد على صفر اللي هي انفينيتي ناقص واحد على ساين الصفر اللي هي انفينيتي. فهاي undetermined form كيف ممكن اني استخدم اللوبيتال رول عليها. هون رح اعمل توحيد مقامات، رح اوحد مقامات، رح يصير عندي ساين الاكس، طبعا توحيد المقامات رح اضرب هاي في اكس وهون رح اضرب في ساين اكس ساين اكس، ورح يصير عندي ساين اكس ناقص اكس على اكس ساين الاكس. هلا اذا بعوض الصفر رح يطلع عندي صفر على صفر، صفر على صفر، اذا ممكن استخدم اللوبيتال رول. بشتق البسط بشتق المقام، اشتقاق البسط رح يكون كوساين الاكس ناقص واحد، وهون رح يكون عندي الاول في مشتقة الثاني زائد الثاني في مشتقة الاول. لو اجينا لعوضنا بالصفر رح يطلع عندي كوساين الصفر اللي هي واحد ناقص واحد، هون رح يطلع عندي صفر على صفر زائد صفر، فالنتيجة صفر على صفر. صفر على صفر برجع بستخدم اللوبيتال كمان مرة. فهون رح اشتق البسط اللي هو رح يكون سالب ساين الاكس، والمقام اللي هو رح يكون الاول في مشتقة الثاني زائد الثاني في مشتقة الاول، ومشتقة الساين كوساين الاول في مشتقة الثاني زائد الثاني، هون عندي الثاني اللي هو كوساين في مشتقة الاول. اعوض بالصفر رح يطلع عندي صفر على صفر زائد واحد زائد واحد اللي هي صفر على اتنين وتساوي صفر. مثال آخر، هاي الليمت عوض بالإنفينيتي مباشرة بيطلع عندي إنفينيتي ناقص لن الإنفينيتي واللي هي برضو إنفينيتي، فهاي عندي undetermined form. كيف ممكن احولها هون بسط على مقام؟ اوكي راح اكتب هلا هاي الاكس راح اكتبها بطريقه تانية، راح اكتبها لين اي قوى اكس. طبعا لين اي قوى اكس هي نفسها اكس، ما غيرت فيها شيء، والطرف هذا بينزل زي ما هو. اوكي هلا من خصائص اللين انه هاي عمليه الطرح، ممكن احولها لعملية قسمة، فرح يصير عندي لين الاي قوى اكس على اكس تربيع زائد واحد. هلا عندي اللين هو اقتران متصل continuous، فممكن اني انا ادخل الليمت لداخل الاقتران، فبتصفي عندي لين هون ليميت. طبعا اللين متصل على دومينه اللي هو من صفر لإنفينيتي اي قوة اكس اكس تربيع زائد واحد. هلا اللين بتركها على جنب، هاي اخر خطوة بعوض فيها، وباجي باخد الليمت هاي اللي جوا. لو عوضت فيها رح يطلع معي إنفينيتي على انفينيتي، انفينيتي على انفينيتي، اذا بقدر استخدم اللوبيتال. فراح تضل هاللين هاي بتنزل
اي قوة اكس مشتقتها اي قوة اكس، المقام اكس تربيع زائد واحد مشتقته اتنين اكس. عوضنا كمان مرة، نعوض كمان مرة، راح يطلع معي برضو انفينيتي على انفينيتي، انفينيتي على انفينيتي، برضو برجع بستخدم اللوبيتال. مشتقة البسط اي قوة اكس مشتقة المقام اتنين، فرح تصير عندي لين انفينيتي على اتنين اللي هي انفينيتي موجب انفينيتي، فلين موجب انفينيتي رح تكون موجب انفينيتي.